تسكن قبيلة الماساي في منطقة واقعة بين كينيا وتنزانيا، لكنها في النهاية تتبع إلى كينيا. ورغم أن معظم المجموعات العرقية في كينيا قد تبنت أساليب الحياة الحديثة وانتقلت للعيش إلى المدن، فإن قبيلة الماساي استمرت بالعيش على أسلوب الحياة القديمة واللباس المميز، حيث قاتل شعب الماساي كثيرا للحفاظ على نمط الحياة هذه، حيث اعتبروا أن المستوطنين الأوروبيين قد جاءوا لتغيير عاداتهم الأصيلة هذه، حيث يعتزون بهذه العادات جدا وينظرون لهم على أنهم جاءوا لسرقة أراضيهم وثروتهم الحيوانية. فكانت لهم معارك كثيرة ضد المستوطنين، لكنها كثيرا ما انتهت بخسارتهم. وكمعظم مناطق إفريقيا، فإن المنطقة التي يسكنها الماساي مليئة بمختلف أنواع الحيوانات كالغزلان والنسور والفهود والأسود، لكن الأسود تعاني دوما من خطر دائم من الماساي، حيث أن الشاب الواحد في قبيلة الماساي يجب أن يقتل أسدا كي يتم الاعتراف به كمحارب وتزويجه، والذي يفشل في قتل أسد يعتبر جبانا، وهنا لا يكون محاربا ولن يتزوج. هذه العادة كانت مستمرة حتى وقت قريب، لكن الحكومة منعتهم من هذا الشيء، فالتزموا بالقانون وأصبحوا لا يخالفونه إلا إذا هاجم أحد الأسود أحد أبقارهم، حيث يعتبرون أن جميع الأبقار يملكهم وحدهم، وحتى ولو كانت تتبع لقبيلة أخرى على أرض مجاورة، فبمجرد أن تدخل لأراضيهم تصبح لهم وتحت حمايتهم. ولكن كما هو الحال مع الأسود، فإن الأبقار لم تسلم من عاداتهم أيضا بالرغم من حمايتهم لهم، فمارسوا على الأبقار عاداتهم الغريبة والمؤلمة، حيث أنهم يسحبون كمية من الدم من عنق البقرة ليخلطوها مع الحليب ويشربوها في الصباح. والفئات الخاصة هي أكثر من يختص بهذا النوع من الشراب، كالمرضى الذين يعانون ضعفا جسديا أو النساء اللواتي أنجبن للتو، ويستخدمونه أيضا كعلاج للتخفيف من التسمم أو الصداع الناتج عن شربهم للكحول. لكن استخدامهم للدم في النظام الغذائي الخاص بهم بدأ بالتراجع نظرا لانخفاض أعداد الماشية. ورغم أن الكثير من شباب الماساي أصبحوا الآن متعلمين ويسافروا داخل وخارج القارة السمراء، إلا أنهم لا زالوا يعتزون بتقاليدهم هذه، ولا يعتبرون ذلك متعارضا مع حياتهم العصرية، ولربما يرجع ذلك لأنهم تشربوا هذه العادات عندما كانوا صغارا، مما يجعل عليهم من الصعب تجاوزها. ولكن مع التطور الذي تشهده إفريقيا واقتناع الأهالي لدى الماساي بأهمية التعليم وأهمية الانفتاح على الخارج، هل نتوقع أن تندثر هذه العادات فلا يبقى منها شيء سوى الحكايات؟ لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته بين أصدقائك يا صديقي. مع السلامة.